كنت قاعد انا وفرح وطلبت منها انه اعمل معها تحدي اني اشوف اخر فيديو عندها بالاستوديو، لكن هي رفضت. فصار عندي فضول اعرف ايش اخر فيديو عندها، فاخذت الموبايل وحسبت لي ايمن لا، فتحت على الاستوديو وشفت الصورة وانصدمت. راح افرجيكم اياها بشكل سريع، بطئوها على السناب. كنت قاعد انا وطلبت منها اني اعمل معها تحدي اني اشوف اخر فيديو عندها بالاستوديو، لكن هي رفضت. صار عندي فضول اعرف ايش اخر فيديو عندها، فاخذت الموبايل وحكت لي ايمن لا، فتحت